بون ماتنو كاين فرق كبير بين الحرب الالكترونيه وسكون ابل ليسبيوناج نيميريك هذا كلاسيك اوفر ا تو الموند اكسيتيرا دونك بيغازوس ننساوه والمعلومات كي دارو كوبي يقدروا يستعملوهم بيان سور تحكم معلومه على جينيرال جو سي با داك داك اكسيتيرا بون تستعملها المشكل تاعنا في الجزائر ماشي الاختراق بار بيغازوس ولا حاجه اخرى لا لا المشكل تاعنا سي اختراق منظومه الشفره في الجزائر لا سي بلو غراف سي بلو غراف ماتنو يجي واحد يقول لك بالمروك وكذا مع اسرائيل انا جو بوز اون كيستيون شكون الحليف الاول لاسرائيل المروك ولا تركيا تركيا شكون المتعامل التكنولوجي العسكري مع اسرائيل المروك ولا تركيا تركيا دونك شكون الاول اللي يقدر يدي بيغازوس ولا يديفلوبي حاجه زي بيغازوس ولا بيغاكويس شكون المروك ولا تركيا شكون اللي عنده دي درون انتيليجون اللي كيديفلوبي دي سيستم تركيا المروك داندا بون بره On va revenir à Pegasus. Ce qui, chauffe. Donc maintenant, est-ce que d'où le fait que ils peuvent attaquer un NSO Hadi ou la Lizia? Mais ils ne peuvent pas. Donc, les Israéliens dans la Mali sont habituels, bien sûr, tous les deux, ils ne peuvent pas faire un peu. Les sociétés de nouvelles technologies sont pénétrées partout. Un dit, oh, Pegasus, il s'est fait. Il y a des Nazarenes. Facebook est un espion. WhatsApp est un espion. Ou téléphone tchak est un espion. Ou Instagram est un espion. Ou TikTok est un espion. Allez TikTok verrouillé ou américain. Feraïkoum. Posez-vous la question. Hattan Sharawa. Posez-vous la question. Guerra à la 5G. Bin les Américains, les Canadiens ou Huawei. Bon. Bach nous d'hul amr al-shab ta'na. L'espionnage à d'adjma'a. Bah il dit électronique je parle. Je vous parle maintenant d'espionnage électronique. باش نقول لكم حاجه حنا الجزائر عندنا حاجه مبكري اسمها لو جي سي ار او لو غروبمون راديو الكتريك كونترول بالعربيه لوحه والله ما على بالي غروبمون كيف يقولوها سميوه التجمع راديو الكتريك كونترول ما على باليش المهم لو غروبمون راديو الكتريك كونترول كيما اسمو مازال البرك داكتواليتي هذا بيغازوس ولا اي حاجه منين تدخل عندي في التليفون منين راح تجي منين دبانه مسمع كيفاه فيروس في الهواء كيفاه يجي اترافير دي بورت دونتري لا بورت دونتري لا برينسيبال بورت دونتري بور ليسبيوناج الكترونيك سي با لي ديفلوبر دو لوجيسييل سي لي زيكيبمونتيي الشركات اللي تخدم لك الماشينات نتاع لي ترانسميسيون والتليفون اي لي زونتين رولي على هادي بلوكاو هواوي في لا 5 جي ولي مارشي اللي داهم في اوروب وداهم في الامريكان باسكو هواوي ما يمدش لا بينيتراسيون تاعو لا لاسرائيل لا لحاجه اخرى لا الامريكان صرا مشكل واحد اخر باش نذكروا الناس بلاك بيري وشرابين بول البير بلاك بيري لو كانديان داير ا مومون دوني لو بريزيدون تاع الامريكان التليفون تاعو بلاك بيري بلاك بيري علاه منعوه في السعوديه والخليج باسكو اي بوفي با لانفيلتري اي بوفي با لو بينيتري بلاك بيري كان فيروي اتوند باش ما نهربش من السوجي باسكو سينو ندخل في حوايج طرو تكنيك نزيد نعطيكم حاجه اخرى خلينا من سوق الدند تتبع جورناليست اوبوزون هذه خليها لاسرائيل وبيغازوس دخلوا في حوايج اخرين يا اون غروس كومباني سويس كي سابيل كريبتو اجن نطلب من الناس اللي يتبعونا اللي يفهموا الفرنسي صا بيان سور يروحوا يديروا تحقيق على كريبتو اجي يفون كومبروندر كيفاه كريبتو اجي هذه كي لو بلو غروند من دي بلو غروند كومباني بيان سور دو شيفرمون دايور تبيع للامريكان وتبيع للجزائر وتبيع للدول بزاف كيف حكايتها كيف خلقت ومن بعد لي زانفستيسمون اللي جاوها ومن بعد شكون دا لو
باش ندخلوا هنا نفهموكم حاجه. احنا كي قلنا لكم يا جماعه النيو كولونياليزم نحاربوه نحيوه بصح حنا رانا مزروبين باسكو خايفين من البرين كولونياليزم. هذا هو البرين كولونياليزم، سي سا لو برين كولونياليزم، يعني الاستعمار التكنولوجي، استعمار لا ماتير غريز، الماده الرماديه كي تعود هي تستعمرك. على بالكم باللي فيا سكون ابل لانفلونس نتاع لي التليفون لا بوب اكسيترا يقدر يوجهك مخك بطريقه لا اراديه، تجي داخل عند بوعلام اللي يدير الدواره، تروح عند علي اللي يدير شتات حلسان، باش نجيبها لكم بالجزائريه. نخرجوا من هذه درك بيغازوس انا سو اسرائيل اكسيترا، واش داروا به؟ داروا حاجه تري سامبل كوم الدول نتاع القروده، واش دي بيان لي سانج هما المغرب لوغندا امارات السعوديه قروده لي سانج دواب سي فولي، محتاجين حاجه تعطيهم المعلومات على لي زوبوزون على حوايج تاع تما برك تاع وسط الدار تاع التركيب. لي اسرائيليين قالك بوركو با اون فا ديبلواي ان سيستيم دو ريزو. الان سا سي دي فلوف وبابر دي اوسيون جي سي اتش كيو كيف كيف لي غران زوري فرونسيز كيف كيف. حنا واش نديرو؟ نديرو دي فيليال صغار تاك 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 بارسيبل فيا دي تروك كيما بيغازيس، باسكو على بالنا الدواب القروده اون جينيرال اي سون با انيسيي. نعتو لي ان سول ديبوتي الجيريان تبع ان كور دو سونسيبيليزاسيون على بريفونسيون كونتر لو رونسينيمون اي لسبيوناج، ما تلقاوش. نقول لكم في فرنسا هنا بار اكزومبل، وماهيش دوله متقدمه في الدومين هذا بزاف، ماشي في لا سيرفيس نو كيما نقولوا حنا في تعليم الناس برا، ايبا الشركات الحساسه بكل عندهم توجور ان سبيسياليست اون كونتر لانسينيمون يروح يقري لي كادر على الاسبيوناج اندستريال اكسترا 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 اكسترا. دونك هذا هو بيغازيوس. بيغازيوس قضيه دماغ ومخ، دونك مول الدماغ يفوت، بكري كانت مول الدراع يفوت، درك مول الدماغ، مول الدماغ هو مول الدراع. بون كاس كو جو فولي تريتي اوسي افون دو بروندر دي زابيل. Donc on a parlé le brain colonialisme, l'agence gouvernementale. Maintenant la question qui se pose. علاه جبدوا حكايه بيغازيوس درك؟ شكون عطاهم المعلومه وفجروها درك؟ واش يخبي الموضوع هذا؟ الله سمعوني. الموضوع هذا سؤال بسيط نطرحه قبل ما نهضر. هل في رايكم شركه بريفي عندها 1000 ولا 500 كادر ولا مليون كادر، مادام هي تبيع في حاجه كيما بيغازوس، مالا الان سي واش عنده؟ مالا لو موساد واش عنده؟ الهاغانا واش عندها؟ لو شين بات واش عنده؟ لا دي سي اري فرونسيز واش عندها؟ لا دي جي اس فرونسيز واش عندها؟ لا اف اس بي لو غرو واش عندهم؟ لي سيرفيس شينوا واش عندهم؟ على بالكم حاجه كي تهبط للسيفيل معناتها او نيفو ميليتير الي دوفنو كادوك، يعني لا معنى لها باش تقدر تخرج للسيفيل. فوالا كاسكو جو فولي دير تاني. دونك كاسكو سا كاش؟ Ça cache tout simplement une nouvelle réorganisation sur le plan réglementaire et une nouvelle couverture pour ikhtiraqat nta chafra nta le chiffre. C'est quoi le chiffre? Nfahamkom. Rab le chiffre machine a khdmouha les Allemands dans la deuxième guerre mondiale smha enigma. Hiya ad mouhawa ta chiffre. El drk el machina تعتبر سكري ديفونس، تشوفها بصح ما تقربهاش. لا ماشين انيغما. سيرتان تروك دو انيغما بانو اون 87 ولا 88 ولا 90 فتحوهم، لو راس مازالو ما فتحوش. حنا دزاير ايزون بينيتري لو شيفر تاعنا. شكون باع؟ سي اون كور دونكات. وتعرفوا فيها ريسان نورمالمون. ميتنون لا بينيتراسيون دو شيفر تاع دزاير، يعني اختراق شفرة في دزاير، هو يعتبر اختراق شفره للمنظومه الدفاعيه تاعنا، لان المنظومه الدفاعيه تاعنا ما زالت مرتبطه بالسوفييت.
صافي دير نوعا ما اختراق في حالة اون كولابوراسيون بور لا ميزا فو دي سيستيم دو ديفونس انتي ايريان نتاعنا اختراق الشفرة نتاع رواسة. رانا هنا